جنرال انستيزيا او ريجنال انستيزيا، وفي فاكتورز بتخلينا نختار امتى نختار ريجنال انستيزيا او لوكال انستيزيا، وفي مقارنه ما بينهم. يعني انا ليه افضل الريجنال انستيزيا عن الجنرال انستيزيا؟ في فاكتورز كتير، سيفتي، ممكن لو عين مثلا عنده تشيست بروبلمز هيعمل مثلا جوايل الهيرنج، يبقى انا ممكن اديله سبينال انستيزيا. فور كوست، التكلفه بتاعت العمليه بتاعت سبينال انستيزيا اوفر كتير من الجنرال انستيزيا، كومبليكيشنز اقل. لكن في حالات لازم تاخد جنرال انستيزيا، واهم سبب ان انا ممكن ان انا جنرال انستيزيا ان ممكن العيان ريفيوز باد ريبيوتيشن للريجنال انستيزيا. واحد بيبقى مثلا سايكل بروبلمز ما يقدرش يبقى قاعد واخد ريجنال انستيزيا وصعب مثلا. احنا بنديله دور ميجا، بنديله حاجات امنيسيا، ممكن نعيمه شوية، لكن ممكن عين ياخد ريفيوز. ده سبب كافي ان احنا ما نديلوش ريجنال انستيزيا، نخش على جنرال انستيزيا. المحاضرة بتاعت النهاردة هي جنرال انستيزيا، ففي جزء كده فارماكولوجي، وده المحاضرة تقريبا كلها فارماكولوجي، بس هناخد الجزء الفارماكولوجي هنطوعه للانستيزيا، لان احنا الجنرال انستيزيا عبارة عن دراجز. احنا بندي العينين دراجز كنترول وبروديوس جنرال انستيزيا. الروتس اوف ادمنستريشن ده كلام فارماكولوجي، اجي دواء بندي البطن في لوكال روتس زي السكين ميوكس ميمبرين، زي بين او سبراي سوليوشن، زي انتي سيبتيك او يوتين سكين، في رابل اوف ذا اولمنت، وده بيبقى في اويل بيست او ووتر بيست لاي سكين. كل دي دراج، يعني احنا بندي دراجز ثرو ذا سكين. في عندنا ماست بريسنج كونتين دراجز اكتف لوكالي اند سيستميكلي. الدراجز ابزورب اتباشا كويس. بس بتاع الاستاذ الدكتور هاني تمام ده من حضرتك النهارده ان هو بيشرح، ويعني احنا النهارده سعداء جدا بحضرتك. لو عايز تقول لنا صباح الخير يا شباب. او ميوكس ميمبرين ده دراجز ادمنستريشن سلو ذا سكين ابزوربت ذا سيركيليشن.
في ميوكس ميمبرين. طبعا في هنا حته مكتوبه اللي هي اللوكال انستيزيا، احنا احيانا بنحط حاجه اسمها املا ترين دي بتبقى لوكال انستيزيا، بس نعمل رابنج للاسكان يعني نوع من الدلع قبل ما نركب كانيولا او حاجه تديها بسبب نعمل رابنج للاسكان بيبقى فيها لوكال انستيزيا رايلوكين ودي بتبين. لما بنعمل رابنج للاسكان حاجه اسمها املا ترين عشان لما نيجي نركب الكانيولا العين ما يبقاش حاسس بحاجه. في ميوكس ميمبرين، ميوكس ميمبرين هي زي الماوس تحت اللي هو دورا جلد رابد روت ويز لوكال سيستم افكت. في عندنا سبراي ممكن نعمل ده بتوع السنان، في زابوجين سبراي ممكن نعمل سبراي للميوكس ميمبرين بيبقى فيه رابد ابزوربشن ولوكال انستيزيا. هما برضه احيانا بتوع السنان بيحطوها، او احنا لو في طول انجري هناخد ستيتش ممكن في الاستقبال بنعمل لوكال انستيزيا سبراي للروتانيين، نقدر نعمل بعد كده ستيتشنج للباند او للاورال كافيتي للليبس. فاذا في ميوكس ميمبرين وهاي دراجز ادمنستريت ظهور ده ميوكس ميمبرين. في كافيتيز برضه بتكتب كلها ميوكس ميمبرين موجوده في الحاجات دي، دراجز دروبد اون ذا ميوكس ميمبرين زي الاي باكس، او لو في نوز ممكن نحط باكس لوكال انستيزيا او ندي فازو كونستريكتورز، ما دي دراجز ادمنستريتد ثرو ذا ميوكس ميمبرين. ده كلام كله فارماكولوجي تعرفه اكيد جربه. في عندنا سيستمك روتس اللي هي مش سكين ميوكس ميمبرين، في عندنا المنت تراك اورال دراجز ابزورب فيا ذا ميوكس ميمبرين اوف ذا ستومك. بدأنا نخش بقى في الانتستين والصمت، دي دراجز سبلينجوال دراجز ابزورب دايركتلي انتو ذا بلاد بروديوس رابيد سيستم افكت. سبلينجوال دراجز هي الدراجز اللي هي زي الحالات اللي بيبقى في هارت اتاكس، ممكن ندي ازوردين تحت اللسان ده الابزورب سبلينجوال ده رابيد ابزوربشن بيعمل افكت. في سبسيتورز دراجز سوليد تحط في الريكتر ديزولف باي تمبريتشر والفلويد والحاجات دي برضه دي من خلال الالمنتال تراكت بتاعت صدار سيستمك ابزوربشن. احنا بقى في الانستيزيا معظم الشغل بتاعنا بيبقى عن طريق الانتراجينس انجكشن، ولذلك اي حد عيان بيخش عندنا في داخل في الثياتر لازم نركب له كاميرا، دخل في الدار سيو بنركب له كاميرا عشان نقدر نسيطر عليه من خلال الانتراجينس انجكشنز. يعني انا مش هستنى ادي دراجز من خلال الاسكان، لازم كانيولا عشان الرابد افكت، وبالتالي انا بحسب الدوزس عندي مهمه جدا لانها كلها انجكت ثرو انتراجينس. بنحط فين الكانيولا؟ في الهاند بورسز بريورتيز بريفرال فينز، يبقى بنفضل اول دوز اوف ذا هاند في الفور ارم في الانتيكيوبيتال فوسا في الاكسترنال جاجولار فين. الاكسترنال جاجولار فين يبقى لازم طبعا السايز اوف ذا كانيولا بتختلف، ممكن تبقى كبيره ممكن صغيره على حسب انا عايز احطها ليه. لو انا حاطط بلاد انا محتاج كانيولا تبقى ايه؟ وايت كانيولا كومبليكيشنز طبعا انسيرشن اوف ذا كانيولا في ايرلي كومبليكيشنز زي هيماتوما اكسترافازيشن اوف ذا دراجز، في بعض الدراجز بتعمل انفلاميشن في السكين تعمل نيكروزز لو فيها بعض ليه ممكن تعمل في البوفر بايتس سيلولايتس. لو انا هحط سنترال فينس اكسس زي الدرنال جاجولار فين، عندنا سنترال اللي هو الدرنال جاجولار فين او فيبولار فين، ليهم استعمالات عندنا في الانستيزيا وفي ميجر اوبريشنز. لو انا حدي فازو حدي ايموتروبيك دراجز بتبقى ثرو سنترال فينس اكسس لو قدامنا مش عارفين، لذلك احنا بنركب سنترال فينس كاسترز. دي ليها كومبليكيشن طبعا، انا هركب سنترال فينس اكسس ممكن يبقى في ديسريزمي لان الكاسيتر ممكن توصل لحد الهارت رايت سايد اوف ذا هارت تعمل اريتيشن للرايت اتريم والرايت فينتريكل.
تلاقي من ريجولار اكسسترويدز وتلاقي كاتريك اكسسترويد في الهارت بلوك. في احنا عندنا السنتر اكسسترويد جاجولار فين في السبت ليبيان فين وفي كمان الفيبرال فين كومبليكيشن ديسليزميا ارتيريال بانشن فينس هيماتوما نيرف تروما اير بوليزمي هيمونيوم سورس ايه ممكن انفكشن. كلام ده صح تكملة البريتر رولز في عندي سبكوتينيوس انجكشن دراجز انجكت فلتلر دي زي كنت انا نزلتك في عندنا انتراماسكولار انجكشن انجكشن سايت ناحية انجكشن اوف انرجيزكس انتراماسكولار او ممكن انجكت انترافينس ناحية انتراماسكولار. في كمان الحاجة الوحيدة او يعني اللي ممكن نديها انتراماسكولار اللي هي مادة اسمها كيتامين هنتكلم عليها دلوقتي ده دراج بنديه الوحيد اللي بيتاخد انتراماسكولار كيتامين او الاسم التجاري بتاعه كيتالور. دي بتحصل امتى؟ في الاطفال احيانا بيجي لنا طفل داخل يعمل تونسيلات 5 سنين 4 سنين بيبقى الام ماسكه في الطفل والطفل ماسك في الام عشان تفك الكومبلكس ده الاثنين ماسكين في بعض ده بيعيط ده بيعيط ده بيعيط ده بيعيط عايزين نفكهم من بعض ان دي انتراماسكولار فيتامين. الفيتامين ده بيروح ناخده منها ونبتدي نتعامل معاه داخل السيتر. اعتقد موضوع الفيتامين ده اتكلموا عليه في الجرايد حاجه زي كده مش عارف الناس اللي بتنام وحقنة وواحدة ست شوف واحدة هو ده الدراج الوحيد اللي في الانستيزيا اللي ممكن يتاخد انترا ماسكولار وينام البدايه. في عندنا تراكيلا روت لما بنقول عندنا في الامرجنسي في الكاردوبالمونر ريليسر ستيشن بيشنت جاي في الاستقبال ومش عارفين نلاقي له انتروفينس وفي كارديك ارست وعايزين ننزل ادرينالين هو ده الوحيد اللي بيتاخد في التراكيلا في الامرجنسي ادرينالين. لكن ممكن ندي اتروبين ممكن ندي لوتوكاين نالوكسول ثرو تراكيا. دراج كونترا اندكيتد فيها تراكيا مايكروم كالسيوم صوديوم بايكربونات. اذر برينتر جروب انترا ديرمال انترا بلورال انترا كارزاك دي كان زمان في الكارديو بالمونري ريسسيتيشن عيان ارستد كانوا زمان يدوروا على البيت اريا اوف ذا هارت وانجكت ادرينالين. الكلام ده خلاص بطل بقى فوق بطل ممنوع. لكن هو اذر بارنتال روت اللي هو انترا كارز وانترا سيكا انجكشن يعتبر برضه تحت مسمى بارنتال روتس. ادي الايه؟ بارنتال روتس ادي الاسكيم وادي السبتينيوس وادي الايه؟ المسلس. نخش بقى ده كله كان التمهيد اللي هو ازاي بتدي ادمنستريشن اوف ذا دراجز ده كان كله فارماكولوجي. الانستيزيا بقى احنا بنستعمل الفلوس دي بس طبعا اكثر فلوس احنا بنستعملها اللي هو الانتروفينس لان ده ليه رابد ريسبونس. الدراجز بتاعتنا احنا بندي دواء بنشوف الريسبونس بتاعها. جنرال انستيزيا اتفقنا ان ده عيان داخل يعمل اوبريشن ومش هنديله ريجنال انستيزيا لاسباب فاحنا هنديله جنرال انستيزيا. جنرال انستيزيا اوت اند اوت فيسيولوجيكال ستيت دي تو دراج انديوز ريفرسبل سي ان اس ديبريشن. انا كل التارجت تارجت اوردر اللي انا حكيتيه اللي هو سي ان اس بعمل ديبريشن للسي ان اس عشان العيان يخش في نوت ستيت انكونشسنس انا بتبروديوس انكونشسنس. وير نكسس ستيمولاس نايدر ار تو سي بحيث ان العيان لا يقدر يستدعى الكلام اللي فات ولا تقدر تديله اي ستيمولس ويحس بيه. هنعرف بعد كده ان احنا عندنا الجنرال انستيزيا عباره عن 3 جروبس اوف دراجز. هيبنوتيك دراجز، انرجيزيك دراجز، ماس ريلاكسنج دراجز. هنتكلم عليهم دلوقتي. The primary goal of general anesthesia is to maintain the patient's health safety while providing hypnosis and analgesic result with optimal surgical condition. ده التارجت بتاعي. انا بعمل consciousness of the patient لكن بيبقى فيه مشاكل اول ما بدي reduce
unconscious to drugs, and administration of the hypnotic drugs, but loss of consciousness. دي تقدر المشاكل عندي اللي هو اهم حاجه الاثر ايه وايه. لان خلاص البيشنت بيحصل هايبوتونيا في الفرنجيال ماسلز وكولابس في الفرنجيال ماسلز، يبقى لازم اعمل مانجمنت اوف ذا اثر ايه وايه. ليه الهدف ده؟ عشان العين ما يحسش. وانت معايا طبعا الانجيزيا. ليه كل ده؟ عشان يبقى في اوبتيمال سيرفيكال كونديشن. مش معقول واحد هيفتح برضه هو عمال شايف نفسه هو عمال واحد بيعمل اوبريشن في الهيدن مثلا فيشل اوبريشن في المندل يبقى صح وشايف الدنيا ماشيه ازاي برضه. لازم يبقى في العيان انكونشس ولازم سيرجيكال كونديشن يبقى اوبتيمال سيرجيكال كونديشن عشان يقدر الجراح يشتغل. وبالتالي عندنا 3 levels of sedation اللي هي conscious sedation, deep sedation والgeneral anesthesia according to the depths. فهي عندنا conscious sedation patient respond to command with minimally depressed conscious level with adequate spontaneous ventilation. في deep sedation أكتر شوية the patient هنا is not easily aroused. لكن في spontaneous ventilation may be inadequate and the airway reflexes may be lost. انا حطيتهم كلهم في جدول بعد كده عشان يبقوا اسهل. في general anesthesia patient loses consciousness and the airway reflexes require assisted ventilation cardiovascular. يبقى زي ما انتم شايفين احنا بنركز على ثلاث حاجات. ال CNS اللي هو conscious level وال ventilation respiratory system والcardiovascular system. لان هم دول الثلاثه اللي احنا بنبقى شغالين عليهم طول الاوبريشن وحاطين عليهم مونيتورز. احنا لما اتكلمنا في المونيتورز احنا بنمونيتور كونشس ليفل بنمونيتور البلاد بريشر كيمو داينامكس بنمونيتور الفنتيليشن. انستيك دراجز انكلود انترافينوس انستيكس انهاليشن اند انستيكس انالجيزيك ماسل ريلاكسن اند دراج انتابلس. دي الدراجز اللي احنا بنلعب فيهم كلهم. ادي ليفل اوف سيديشن النحت الريسبونس تأثير الناس. ففي هنا مينيمال سيديشن او مودرن سيديشن وهنا ديب سيديشن وجنرال انستيزيا. احنا ازاي بنعمل مينيمال سيديشن ومودرن سيديشن وديب سيديشن وجنرال انستيزيا بالدراجز بالدوزز. يعني انا ممكن ادي دراج اخليه يعمل لي مينيمال سيديشن ازود الدوز شويه يبقى مودرن سيديشن، ازود الدوز اكتر يعمل لي ديب سيديشن ازود اكتر يعمل لي جنرال. لكن كل ما بزود الدوز ابتدي اشوف الايه الاير واي سبونتينيوس فنتيليشن والكارديوفاسكولار. يبقى ده السين اس دول الاثنين دول الريسبيريشن وده الكارديوفاسكولار فانكشن. هنا لما بدي ممكن يبقى ريسبوند بدي جوينت سيديشن بالظبط لكن هو بيريسبوند معايا. هنا زي مثلا بنستعملهم في كتاب مثلا واحد هيعمل سي تي هيعمل اشعه بس الان منظر الجهاز السي تي ممكن يديله شويه من الفنتيليشن. انت دوست هيك انت دوست هيك مثلا بنزو دايزابين يقوم يديني المانيوال سيديشن تكلمه يرد عليك. هنا بدا نزود شويه. هنا ريسبونس تو فيربال اند تاكتايل محتاج شويه ستيميليشن اكتر شويه. دخلنا الديب سيديشن هنا ريسبونس ريبيتد بينفول ستيمولاي. لازم تعمل ريبيتد بينفول ستيمولاي عشان يرسبوند. هنا مفيش ريسبونس خالص لانه خلاص دخلنا في جنرال انستيزيا مش مطلوب منه انه يرسبوند. كل ما بنزود بيبتدي بقى الاير واي هنا ان افكتد هنا نو انترفينشن ريكوايرد. هنا بدا انترفينشن بي ريكوايرد بدانا نعمل انترفينشن للاير واي. هنا محتاجين انترفينشن طبعا. هنا سبونتينيوس فنتليشن اللي هو البريزنج العادي احنا مش مدخلين بالبريزنج مش مدخلين كان فنتليشن ولا هنا ان افكت هنا ادب مين بيجي ادب يبتدي يتاثر لما بتخش في الديب يبتدي السبونتينيوس فنتليشن يتاثر. هنا لازم نعمل له سبورت. الكارديو فاسكولار سيستم ان افكت ان افكت هنا حتتي بس افكت. طبعا لازم تعرفوا ان احنا لما هنا يبتدي يتاثر يبقى لازم خش اير واي مانجمنت. في محاضره ليك مهمه جدا اسمها الاير واي مانجمنت. الاير واي مانجمنت دي مهمه زي مثلا ايه؟ لو عيان خبط
لعيب كوره بيلعب ماتش واتخبط في دماغه او بيخش ان كونشس يتاثر بايه؟ بالاير واي. يعني زي لعيبه الكوره فيت زي الفل بيلعب يعني ريسبيراتور كارديو فاسكولار فيتنس تمام، اتخبط في راسه يحصل لوس اوف كونشسنس ابر اير واي اوبستراكشن. لو في حد قاعد وعارف يعمل اير واي مانجمنت يسبورت الابر اير واي ويزق الطلب اللي قدام هيسيف ريزيرف اللايف او ذا بلاي او اللعيب الكوره. الكلام مفهوم ولا صعب؟ كلام سهل خالص وبسيط تكمله الفارماكولوجي. انترافينس انزيتكس دول الادويه طبعا بتستعمل ادويه كتير بس دي كومن، يعني لو دخلت اي مستشفى هتلاقي فيها دراكس سايبنتون اللي هو من جروب الايه؟ الباربيتوريتس الترا شورت اكتن باربيتوريتس. ده الكيتامين ده البروبوفول. الثلاثة دول حتى هم موجودين في جميع المستشفيات، هم دول المستعمل. ده وده ممكن ده لازم يتاخدوا انترافينس، اللي هنا بيتاخد انترافينس ويتاخد انتراماسكو. الوحيد اللي هو انترافينس انزيتك اللي ممكن يتاخد انتراماسكو. يعني لو اي حد اديته انتراماسكو كده هيلوس كونشسنس. Uses of intravenous anesthetic mainly used for احنا بنستعمل اللوكال انزيتكس سوري الترافينس انزيتكس في الاندكشن اوف جنرال انستيزيا للبيشنتس ويز نورمال ابر ايروي. ميني يوز تو مينتنس اوف جنرال، يعني انا ممكن استعملهم الترافينس انزيتكس للاندكشن والمينتنس. احنا هنعرف بعد كده او انا قلتها في المحاضره اللي فاتت ان عندنا الانستيزيا بتمر باندكشن مينتنس وريكفري زي الطياره تمام، اللي هي التيك اوف مينتنس ولاند عشان ما ننساش زي الطياره نفس احنا بنطلع بيها الايام نعمل له اندكشن تمام طلنا بيها ونقدر طول العمليه في حاله مينتنس لحد ما نعمل بيه لاندنج وريكفري اوبتيشن من الاوبتيشن. طبعا طول الفتره دي احنا بنحاول نمنتين اللايف اوف ذا بيشنت الانتجريتي اوف ذا بيشنت الريزيرف كل السيستمز نورمال. المينتنس ممكن نستعمل فيه البروبوفول، يعني انا لو هستعمل هنعرف بعد كده ان في انهاليشنال انثيتكس وانترافينس انثيتكس. الانترافينس انثيتك الوحيد اللي ممكن استعمله مينتنس يعني هعمل بيه اندكشن واكمل بيه مينتنس طول العمليه هو البروبوفول. ليه البروبوفول؟ انا بحط انجكشن سيرنج بارت ويت دوزز لان بيحصل له رقم بيتابلز بيتكسر بسرعه وممكن ما يحصلوش اكيوميوليشن. يعني في الاخر خلاص انا هدفي ايه؟ ان العيال اللي بعد ما خلصنا الاوبريشن النوت الدراجز اللي انا اديتها اسحب تاني عشان يبتدي يجي كونشس ليفل ريجين. فالدراج اللي ينفعنا في الحكايه دي هو البروبوفول لان يحصل له رابيد ميتابوليزم والبيشنت ممكن ادي عندنا الانترافينس انتيكس الثايبنتين والكيتامين والبروبوفول. ده جدول المقارنه الاندكشن الديوريشن ده شورت اكتنج ده مودريت ده فيري شورت ده تديه ينام بسرعه ويصحى بسرعه ده البروبوفول. وبالتالي انا ممكن استعمله في المينتنس في سيرنج بامب بضرب يديه طق طق بس بيخش منين؟ انترافينس من خلال كامل انالجيزيك له انالجيزيك افكت ده لا الكيتامين له بوتنت انالجيزيك افكت. كيتامين ده ملوش انالجيزيك افكت يبقى الوحيد اللي له انالجيزيك افكت كيتامين. ده الكلام ده انتوا خدتوه في الفارماكولوجي صح؟ ده الفارماكولوجي الريسبيريشن ده بيعمل ديبريشن الريسبيريشن الريزيرف بيعمل برونكو دايليتيشن. العيانين اللي هم عندهم مشاكل في الجيست برونكيال ازمة البروكارديتس سموكر يبقى المناسب للاندكشن او جنرال انستيزيا ليهم هو الكيتامين انه بيعمل برونكو دايليتيشن. سايلنت بيعمل برونكو ما ينفعش ممكن بروبوفول. في عندنا بلاد بريشر بليز انترا كرينيال بريشر انترا اوكيولار بريشر
ده بيقلل الانترا اوكيولار كل البريشرز دي بيقللها، ده بيقللها، ده بيزودها. يبقى انا لو عيان عنده هيد تروما عنده انكريز انترا كرينيال بريشر ما ينفعليش كيتامين. لو عيان هايبرتنسيف بيشنت ما ينفعليش كيتامين. ليه؟ لانه بيزود بلاد بريشر، بيزود الانترا كرينيال بريشر، بيزود الانترا اوكيولار بريشر. يبقى زي ما انتم شايفين دراجز قدامي، انا بختار الدراج المناسب لكل بيشنت. لو ما اخترتش صح بيحصل كومبليكيشنز. بين اون انجكشن نعم نعم ده بيعمل بين. لو انا انجكت في الوليد الاكزام بنحط معاه بنخلط مع البروبوفول لوكال انستيك زيجوتين، لانه بيعمل انفيتيشن للول اوف ذا فينز. زي بيرفكت العيان هو بيرمي من القريب الاول حتى قبل ما ينام. النوزيا فوميتنج وي كير كومن هنا ده انتي ايميج، يعني الناس اللي هي عندها تندنس للفوميتنج وفي نوزيا بنديها بروبوفول. اير واي ريفلكس بيعمل سبريشن بريزرف الاير واي في اللو دوسز اللي هو الكيتامين، ده برضه بيعمل سبريشن للاير واي ريفلكس. كواليتي اوف ريكفري يعني هو يصحى ما يبقاش فيه دراوزنس، ما يبقاش فيه هانج اوفر، ده ريزنبل. ده بور بيعمل هالوسينيشن، ده مشكلته الهالوسينيشن الكيتامين. يعني لو ادناه من غير اوكسيد بنحط معاه بنزو دايزبين دورميكا تلاقي العيال طالع هالوسينيشن، يبقى متخيل حاجات حصلت بتعمل اسف ان حاجات سيكشوال هالوسينيشن. يبقى احنا ادينا دلوقتي الهيبنوتكس انترافينوس انثيتكس، في عندنا انهاليشنال انثيتكس يعني بتخش عن طريق الريسبيراتوري سيستم، بالذات احنا بنحطها في جهاز تخدير يحول اللوكال الانستيزيا يحول الانستيزيا الى فولاتايل وبيبر، بيحصل بقى انهاليشنال سيروزالانوس. المواد اللي احنا بنستعملها زي الهيدروثين الايزوفلورين السيبوفلورين، دول برضو لو دخلنا اي مستشفى هنلاقي ايه؟ الفولاتايل انثيتكس بيستعملوا في المينتنس اوف جنرال انستيزيا وفي الاندكشن اوف جنرال انستيزيا. في الاخر وظيفتهم ايه؟ هيبنوتيك دراجز ينيموا العيان، بدل ما ادي انترافينس ادخلها عن طريق الايه؟ اللانجز انهيليشن. انهيل فولاتايل انثيتكس تخش على السيركيليشن، ومن السيركيليشن توصل لحد البريد وتعمل ديبريشن للسي ام اس. كلهم بيستعملوا في المينتنس اوف جنرال انستيزيا ما عدا واحد بس او اثنين، يعني هو الايزوفلورين ما يستعملش في الاندكشن. هتقولي ازاي الاندكشن؟ هقول لك دلوقتي. يعني في الاندكشن ممكن استعمل هالوثين او السيبوفلورين، والاكثر اللي احنا بنستعمله السيبوفلورين لو قبل البسور غير شويه، يعني هو موجود عندنا هنا في المستشفى في المستشفيات الكبيره، لكن المستشفيات الاقل شويه بتبقى عشان الغالي ما يجيبوش، فممكن يستعملوا الهالوزين. انت لو شميت عيان هالوزين هينام. احنا بالذات بنستعمل الهاليشنال اندكشن في البيدياتريك بيشنت، يعني الطفل داخل يعمل مثلا لوز كونسلكتومي مش عايزين نركب له كلمه، فالطفل عمال يستراجل نشممه السيبوفلورين يبتدي ينام، نقدر نركب له كانيولا ونبروسيد بقيه الستبس او انستيزيا. فاكثر ايجنت بيستعمله في الانهيليشنال اندكشن هو السيبوفلورين لانه رابد اكثر من الايه؟ من الهالوسين. ادي جهاز التخدير بتاعنا، ده مهم جدا، ده بيستعمله في الجنرال انستيزيا. ايه التركيبه دي؟ ادي عندنا ده مونيتور مونيتور بالسيستم، شوف ايه البلس اوكسيمتر كابنوجرافي اي سي جي بلاد بريشر. عندنا ثلاثه فلوميترز دول بيبقوا مواسير داخله في اوضه العمليات، عندنا اكسجين، عندنا نيتروس اوكسيد، عندنا اير، والرابع بتاعهم فيكيوم. يعني دخلت اي اوضه عمليات هتلاقي فيها اربع مواسير، ماسوره اكسجين تمام معروف سببها، يعني معروف ليه محتاجين اكسجين في العمليه، في نيتروس اوكسيد وفي اير وفي فاكيوم.
لكن ما نطلع فيه عشان نعمل ساكشن. لازم يبقى في ساكشن سواء في الاي سي يو او في الايه؟ في اوضه العمليه السريه. لان واحنا بنصحي العيان او في سبيشنز بنبتدي ساكشن سواء انا بستعمل الساكشن انستيزيا او انسيرجن وهو بيشفط من بطن العيان. يبقى فاضل حاجتين الاير والنيتروس اوكسايد. الاير انا احيانا بعمل ميكشر ما بين لو لونج اوبريشنز بعمل ميكشر ما بين الاير وبين الاكسجين. يعني ما بديش في بعض الحاجات ما بديش بيور اكسجين. لو عملت هتطول قوي هتقعد بقى 12 ساعه و14 ساعه و20 ساعه. بنفضل ان احنا ما نديش بيور اكسجين لان بيور اكسجين بيعمل ديبيتيشن شويه للدم ممكن يعمل اي ار تي اس ومشاكل في الدم كومبليكيشنز فبتخلطه مع الاكسجين. يبقى اير مع اكسجين. النيتروس اوكسيد ده بنستعمله في الانستيزيا بس كان زمان بنستعمله في مصر وبطلناه. نيتروس بنستعمله في الدول العربيه في السعوديه وفي الكويت وبتاع، لكن احنا عندنا هنا في مصر كنا بنستعمله ولكن حصلت منه مشاكل. هو فائدته الغاز ده ان هو بيعمل انرجيزي زي الناركوتيك انرجيزي، بس فائدته ان هو رابد اونست رابد اكت رابد اوفس. يعني انت بتديه البيشنت يحس انرجيزي بسرعه من غير ما يلوس الكونشسنس. واول ما تقفل النيتروس اوكسايد الانرجيزيا تروح فبيساعدنا في رابد ان البيشنت ينام بسرعه ويصحى بسرعه. هو ما بينامش، هو مش هيبنوتك، هو انرجيزيك. بنستعمله مثلا في نورمال ديليفري. يعني البيشنت كان نورمال ديليفري خياطه الفيزيوتومي، فاحنا ممكن نديها انهيليشنال اكسجين ولازم يبقى ميكس مع الاكسجين، لان لو هو لوحده النيتروس اوكسايد بيعمل هايبوكسيا. فده كان استعماله وبيستعملوه في انجلترا مقاييس طنات مخصوصه اكسجين مع النيتروس اوكسايد عشان ما تحصلش الخطا ده. احنا هنا كنا بنخلطه، نفتح وحده اكسجين 50% ونفتح جنبيه النيتروس اوكسايد فيبقى ايه 50 50 او ممكن في الاول ندي 70 30 بس حتى هو في سيفتي ان انا لو فتحت النيتروس يطلع معاه الاكسجين علشان ما يحصلش الهايبوكسيا. حصلت هنا مشاكل منه في مصر. احيانا كان بيحصل الامبيورتيز اللي فيه هو في اثناء التصنيع بتاعه كان بيبقى فيه امبيورتيز. الامبيورتيز دي اكتشف بعض الحالات بوست اوبرتيف يبص لا دخلت فيها ار تي اس وبلمونري ديما مش عارفين ايه السبب. اكتشف بعد كده ان هو اثناء التصنيع فيه امبيورتيز هي اللي عملت المشكله دي. كان بيحصل بعض الاخطاء ان الخلاطين بتاعته بيبقى لونه ازرق. بعض الناس تروح في عمره الاسطوانات تتبدل فنيجي ندي اكسجين يطلع نيتروس اوكسايد لوحده. فكانت دي المشاكل فبطلوا في مصر. مش هنا الجزء الثاني ده هنا فنتليشن. هنا فنتليتور لان انا بدي دواء بيأفكت الفنتليشن سبونتينيوس فنتليشن فانا ببقى عايز ميكانيكال فنتليشن. بظبط انا البارامترز بتاعت الميكانيكال فنتليشن. ادي انهاليشنال اناثيتكس. عندنا هنا الهالوزين الايزوفلورين السيبوفلورين ده مقارنات بينهم. ده رابد فيري رابد بيفوق بسرعه. انرجيتك افكت بوتنت كلهم. انرجيتك افكت ما لهمش اي انرجيتك افكت، فلذلك كنا بنحط معاهم نيتروس اوكسايد نفتح معاهم نيتروس اوكسايد بديل للناركوتكس. احنا دلوقتي قلنا خلاص بدل ما فيش نيتروس اوكسايد بقينا بنستعمل انتروفينس اللي هي ناركوتيك انرجيتكس. السميل بتاع البيزل بانجنت لذلك الايزوفلورين ما يستعملش في الاندكشن اوف جنرال انستيزيا. ممكن كمينتنس لكن اندكشن لان هتيجي تحط كده ايه ده هتلاقي ريحه وتودي وشك منها. البليزنت هو السيبوفلورين وده رابيد اونست يوزد فور اندكشن. ده يوزد ده نوت يوزد. كارديو فاسكولار افكت بلاد بريشر هارت ريت بيعمل اريزم ده بيقلل شويه البلاد بريشر بيقلل الهارت ريت اللي هو الهالوسين. ده كارديو ستيبل ده كارديو ستيبل. ريسبيراتوري في عندنا برونكو دايليتور ده بيعمل برونكو دايليتيشن. ده في الهاي دوز برضه بيعمل برونكو دايليتيشن ده بس ده اكتر. ريلاكسيشن الترايم ريلاكسيشن دي بتحصل مشكله مع الايه
الدي ان سي احنا بنضطر نقفله علشان يعمل نيوترونيك ريبليكيشن ويزود البليدنج في الدي ان سي. جود ماسل ريلاكسنت الاثنين دول زي بنزود شويه علشان احيانا الجراح بيبقى عايز ماسل ريلاكسيشن عشان هو بيعمل الهيرنيان او بيعمل ابدومينال ريبليكيشن. خلاص انالجيزكس احنا قلنا في جروب هيبنوتكس في جروب ثاني انالجيزكس احنا بنستعمله. عندنا الانالجيزك كومن يوز في نون ناركوتيك انالجيزكس زي الاسبرين والباراسيتامول والنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري زي الروكتادين والكيتولاك. في ناركوتيك انالجيزكس دي الاكثر استعمالا وهي القويه زي الموسيل والنوفين دريفاتيفز في البيتادين والفنتانيل والترامادول. الناركوتيكس هاف انالجيزك سيلينج افكت titrated, optimized analgesia and reduced side effects especially in the mood general condition. إذا احنا عندنا نستعمل non-narcotic analgesic non-narcotic analgesic دلوقتي الجديد ان احنا نعمل multimodal analgesic يعني نستعمل الاثنين. ندي narcotic analgesics ونقدر نستعمل non-narcotic analgesics اللي هي زي الباراسيتامول والاسبرين والنون-ستيرويد زي الكوكتايل في نفس الاوبريشن. بنستعملهم ان في البري ميتيجيشن قبل ما العيان يخش او انتر اوبرابل او بوست اوبرابل. هذه مرحله من المراحل بس طبعا احنا بنفضل يفضل قبل ما نبتدي يعني قبل ما نبتدي الاوبريشن اللي هي بيسموها بري امبتيف انالجيزيا. عارف سمعت بالصلاح ده ولا لا؟ بري امبتيف انالجيزيا يعني قبل ما نبتدي الاوبريشن قبل ما نبتدي انسيجن وقبل لان اول ما بيحصل انسيجن بال الجراح بيبتدي يمسك المشرط ويبتدي يعور العين ده بيبتدي تطلع كاتشكولامينز وتطلع انفلاماتوري سيلز يبتدي انيشيت البروسيس والهايبر انجيزيا في السبانال كورد تبتدي البروسيس اوف بين فيلينج بين اكزاجريشن اوف ذا بين. فاحنا لو ادينا من الاول الناركوتيك انالجيزكس ري امبتيف بتوقف هذه البروسيس بيبقى الانالجيزيا تبقى افضل مور افيشنت. عندنا دراج زي النورفين بتدين في التنين ده بوتنت ده الدوز بتاعتهم ديوريشن 4-2-1 سايد افكتس ده مشكله النورفين بيعمل هيستامين ريليس وذات برضه بنبتدي لو في عيان من عنده برونكيال ازمة او الهيستامين ده مفيش داعي نستعمل النورفين ده ممكن يعمل هاي بروتكشن. لو في الدوزز العاليه في التنين ممكن يعمل ماسل ريجيتي والاسبيرات طبعا ديبريشن وكونستيبيشن ونوزيا وفوميتنج ويورينري تنشن وبريورايتس دي كلها سايد افكتس بتاع الناركوتيك انرجيزكس. كملنا الموضوع ولا بعض الاستبارات
بص ده حصل في المفاتيح بتصحى العيال تلاقي ان النفس بتاعه مش قادر يتشغل بنفسه. ده احنا دلوقتي بنحط الحاجات دي بنحطها على السباينال على الداخل ماركينج ونخلط بعض الناركوتيك الانرجيز بنحطها على الهيد ماركينج مليون لان 66 فولتس. ده احيانا لو انا حطيته على المفاتيح على سوري لو حطيت المفاتيح ده على الهيد ماركينج في السباينال الجزء المفروض ده الجزء اللي هي زادت الدوز ممكن انا في سكارات الدبريشن واللوكال والبومب والنظر معاه فهم ليهم سايد افكتس مش حلوه فلازم تاخد الدوزز المناسبه اندر اوبزرفيشن. ما تقدرش تطلع عيال لما تتاكد ان مفيش هيستامين ريليس مفيش سبايرات الدبريشن. تمام. الجروب الثالث اللي احنا بنستعمله غير الهيبنوتكس والانالجيزكس في المصر ريلاكس. وبالتالي احنا بنستعمل ثلاثه جروب هيبنوتكس انالجيزكس مصر ريلاكس. دي اسمها بالانس انالجيز. هاخد دواء من هنا ودواء من هنا ودواء من هنا. انا لو استعملت الهيبنوتكس بس الهيبنوتك دراجز لارج دوزز هتديني انالجيزيا وهتديني مصر ريلاكسيشن ولكن هتطلع لي السايد افكتس بتاعتي اللي هي هايبرتنشن وبيحصل لي ريسبيرتوري ديبريشن ديلي ريكفري هتبتدي تطلع. ولذلك احنا بناخد دوز قليله من هنا دوز قليله من هنا دوز قليله من هنا. دي اسمها بالانس انسيزي. مصر ريلاكس عندنا نوعين في دي بولارايزنج مصر ريلاكس اللي هو زي الساكسونايد كولين ونون دي بولارايزنج مصر ريلاكس زي البانكرونيوم والاتراكيوليوم والميكروبيوم. دول جروب اللي هو نون دي بولارايزنج مصر ريلاكس. نون بولارايزنج مصر ريلاكسن انتاجونست بتاعت هي النيوز تكنيك زاد الحته دي عايز اشرحها. عندنا الدي بولارايزنج مصر ريلاكسن هو الساكسونايد كولين. الساكسونايد كولين ده دراج شورت اكتنج في جدول هنا بعدين اهو. الساكسونايد كولين ده شورت اكتنج بيقعد 60 ثانيه يعني انت بتعمل الاندكشن اون بتاع 60 ثانيه الديوريشن من 5 ل 10 دقائق يعني بعد ربع ساعه بص لان عندي بدا يرجع للكلام. طب الاول قبل ما نخش هو ايه فرق اهميه المصري ريلاكس قبل ما نخش في انواع اهميه المصري ريلاكس انها بتفاسيليتيت الاندوتراكيال انتيويشن ان انا طول العمليه اعمل كنترول للفنتيليشن للعيان يبقى ريلاكس. احنا عايزين نعمل مثلا ابدومينال اوبريشن بخلي فيه مصر ريلاكس اه ده ما يطلعليش كل شويه بريتون. لو انا بعمل ابدومينال اوبريشن يبقى لازم اوبريشن يبقى فيه ريلاكسيشن اوف ذا مصر لان لو في مصر طول يضغط على الابدومينال كونتنت وتطلع لي كل شويه بريتون انتر اوبرت تخلي الجراح مش عارف يشتغل مش عارف يعمل مثلا ستايل اوبستراكشن ريسكشن الاسموزس او الاوبريشن بتاعه. فهنا بتفاسيلتيت اندوتراكيال انتيوبيشن. دلوقتي بنعمل اندكشن انا هجمع لكم كل الحاجات دلوقتي في سيناريو واحد بس هناخدها حته حته عشان نفهم. فهنا فاسيليتيت اندوتراكيال دي احد الستبس بتاعتنا في جنرال انستيزيا في المانجمنت اوف ذا اير واي اللي هي فاسيليتيت اندوتراكيال انتيوبيشن. هنا بتبروفايد ماسل ريلاكسيشن ديورنج ميكانيكال فنتليشن. انا بسبورت البيشنت بالميكانيكال فنتليشن لان انا مديله ماسل ريلاكسيشن. Provide abdominal muscle relaxation to improve operative condition. تمام؟ ادي عندنا المصل ريلاكس اللي احنا بنستعمله اللي هو السكسنايل كولين ده دي بولارايزنج. لكن عندنا البانكرونيوم والاتراكيوريوم والكرونيوم في حاجات في ادويه كثيره ثانيه نون دي بولارايزنج جروب يبقى دول نون دي بولارايزنج جروب. السكسنايل كولين بالذات ده شورت اكتنج دراج. وبالتالي انا بقدر اعمل بيه انتيوبيشن يعني انا بعد من 5 ل 10 دقائق لو ما عرفتش اعمل فنتيليشن ما عرفتش امدين الابر الواي نتيجه ديفيكالت انتيوبيشن او نتيجه ديفيكالت مانجمنت الابر الواي هو خلاص بيفنش وبيبتدي يرجع تاني للمصل طبعا. الميتابوليزم بتاعه سودو كولين ستريس في انزايم هو اللي بيكسر الساكسونايل كولين. وبالتالي في بعض الناس اللي عندهم ديفيشنس للسودو كولين ستريس الساكسونايل يفضل شغال معاه. يعني انا اثناء الاندكشن اديت ساكسونايل كولين تلاقي العيان ديلي ريكفري العيان دخل عمل
كونسيبتهم في ربع ساعة تلت ساعة ويبقى قال العيان بره ويقول لك العيان ما خرجش ليه؟ العيان عنده سودو كلين ستريس ديفيشنسي مش قادرين نكسر السكسنايل كلين فيبدأ في حالة هدمة مدة لحد ما يحصل له سكريشن سكور فاتيك أو بندي نجيب دم بعد كروس ماشي وننتي البلد البلد ده بيبقى فيه السودو كلين ستريس بنكسر السكسنايل كلين دي اسمها السكسنايل كلين أبدو تمام؟ السايد افكتس بتاعته بيقل الهارت ريت ديسليزميا هايبركاليميا وبالتالي العيانين اللي عندهم رينال فيلير وهايبركاليميا ما اديش انا سكسنايل كولين بيزود انكريز انترا كرانيال بريشر انترا اوكيولار بريشر بيعمل ماسكين من الفيسيكيوليشن واول ما بيعمل اندكشن يروح عامل انيشيشن للمصل انتراكشنز يقوم في بي العيان لو اخذ سكسنايل كولين نتيجه الانيشيشن اوف مصل انتراكشن فاسيكوليشن يبقى في حاجه فاسيكوليشن انا لو اديت سكسنايل كولين واديت اتراكتيولين السكسنايل كولين هتلاقي اول ما نعمل اندكش تلاقي كل عضلاته بتكونتراكت بيعمل انيشال ستيميوليشن عند الموتور اند بلين ده ما بيعملش الحكايه دي نون ديبولارايزنج ماسل نتيجه الانيشيشن اوف كونتراكشن اوف ذا ماسلز بيعمل بين تلاقي في ماسل بين يعني تحس ان هو عضلاته وجعانه نعم ديبلورايزن بقى كان كروني اتراكتوريوم على حسب كلهم بيقعدوا الكونسبت اوف اكشن يعني الكونسبت ببدايه الاكشن بتاعهم 3 مينتس ديوريشنز مختلفه من واحد هنا من 60 ل 90 هنا من 30 ل 45 الميتابوليزم عن طريق الكدني هوجمنتس ديجراديشن هنا عن طريق الليفر اكسكريشن بتاعهم ده بيعمل هيستامين ريليز هنا سايد افكت انكريز هارت ريت انكريز بلاد بريشر هنا مفيش الحاجات دي. طب هي في نقطة ان ايه هوفمان ديجراديشن دي؟ هوفمان ديجراديشن هي بتكسر الاتراكيوريا من بي اتش والتمبريتشر اوف ذا بودي. الكلام ده انتوا فاهمينه بس بنعيده تاني ونركز عليه. يبقى احنا دلوقتي عندنا 3 جروبس في هيبنوتيك دراجز في انالجيزيك دراجز ناركوتيك ونون ناركوتيك وفي عندنا ماسل ريلاكسن الماسل ريلاكسن اللي هو ديبولارايزنج ونان ديبولارايزنج احنا بنعمل حاجه اسمها بالانسد انستيزيا يعني باخد دراج من الجروب ده دراج من الجروب ده ودراج من الجروب ده وبديهم الثلاثه عشان اعمل بالانسد انستيزيا تمام الانتاجونست عندنا فلومازينين والنالوكسون والنيوستاجين فلومازينين ده الانتيدوت بتاع البنزو دايازيبين اللي هو الدايازيدام والميدازولام فلومازينين له شورت ديوريشن اوف اكشن زي الدايازيدام وبالتالي فلومازينين مي نيد تو بي ريبيتد يعني تديله برضه تلاقي العيان لو احنا ادينا لارج دوزز من الميدازولام او الدايازيدام تلاقي العيان نايم ومش صاحي كويس فاحنا نضطر نديله فلومازينين لكن الديوريشن اوف اكشن اوف ذا دايازيدام والميدازولام اطول منه وبالتالي محتاج ريبيتد دوزز اوف فلومازينين نالوكسون عارفين طبعا ده الانتيدوت بتاع الناركوتيك اللي هو المورفين بنستعمله اكتر في لو احنا ادينا لارج دوز من المورفين او لو البيبي او الطفل اخذ ناركوتيك انرجيستكس كتير ف بنديله انتيدوت عشان يرجعوا تاني ريسبيراتوري نشيل الريسبيراتوري ديبريشن عندنا الانتيدوت النيوستاجنين النيوستاجنين احنا اتكلمنا على النون ديبولارايزد ماسل ريلاكسنت يبقى احنا عندنا الديبولارايزد ماسل ريلاكسنت بيكسر اللي هو السكسنايل كولين بالسودو كولين ستريس لكن النون ديبولارايزد ماسل ريلاكسنت الانتيدوت بتاعه النيوستاجنين بلس الاتروبين معلش حته فارماكولوجي برضه هو احنا عندنا النون ديبولارايزد ماسل ريلاكسنت تشتغل ازاي؟ على حته اسمها الموتور اند بلين النيرف مع المصل بتبقى فيه كومبتيتيف انهبيشن مع الاستايل كولين لما بدي انا عايز في الاخر خالص اخر العمليه ارجع المصل باور اوف ذا بيشن فبديله الانتيدوت اوف ذا مصل ريلاكسنت فبديله نيوستاجنين النيوستاجنين ده انتي كولين ستريس يبقى بيزود الاستايل كولين لكن الاستايل كولين له تو
تو اكشنز على ماسكارينيك افكت، ماسكارينيك ريسبتورز ونيكوتينيك ريسبتورز. النيكوتينيك ريسبتورز هو ده اللي احنا عايزينه، هو عنده موتور اند بلين. الماسكارينيك ريسبتورز دي اللي بتشتغل على الهارت واللنجز، وبالتالي هيطلع لك السايد افكت بتاعت الاستجني وجود تاني. مفهومه ولا ولا تاني؟ ده فارماكولوجي. نقعد تاني دلوقتي. احنا عندنا الماسل فاكسن بيشتغل كومبيتيتف انهبيشن عند الموتور اند بليت. هو لما بيخش الماسل فاكسن بيشتغل على الموتور اند بليت، يوقف الاستاتيك هو رايح على الماسلز، وبالتالي يحصل ريلاكسيشن اوف ذا ماسل. لما نادي انا انتي دول للنانتيبولارايز ماسل فاكسن اللي هو اليوز تكنيك بيسبريس الكولين ستريس. الكولين ستريس ده اللي بيكسر الاسيتايل كولين، يبقى انا كده بزود الاسيتايل كولين، يبقى انا بعاكس شغل الايه؟ المصر ريلاكسنت دواء. يبقى انا زودت الاسيتايل كولين، الاسيتايل كولين لما هيزيد هيبتدي يطلع له سايد افكت، لان هو بيشتغل على تو ريسبتورز، الماسكارينيك ريسبتور والنيكوتينيك ريسبتور. النيكوتينيك ريسبتور هو الموتور اند بليد ده اللي انا عايزه، عايز المصر باور تيرمي، لكن مش عايز السايد افكت بتاعته اللي بيشتغل على الماسكارينيك ريسبتور اللي هي الهارت واللنج. وبالتالي ايه اللي هيحصل يعني على الهارت واللنج؟ هيحصل برادكارديا اب تو ارست، ممكن يحصل برونكوسبازم وبرونكيال سكريشن. يعني انت لو اديت واحد مستجنين كده ممكن يموت. ليه؟ هتزود الباراسمباثيك، هتزود الاسيتايل كولين، يبقى برادكارديا تك تك اب تو ارست. علاجه ايه؟ تديله اتروبين. فانا عايز الفايده بتاعته بس ان انا اديله، عايز يشتغل فقط على النيكوتين ريسبتور. انا من الاول بحبت النيوستاجنين مع اتروبين عشان اشيل الايه؟ الماسكارينيك افكت، انتي ماسكارينيك افكت. يبقى ده الانتي دوت اوف مالتي بولارايز ماسل ريلاكسن نيوستاجنين مع الاتروبين. لكن السكسونال كولين اللي بيكسروا ايه؟ انزايم موجود في الجسم، سودو كولين ستيت. خلاص؟ طيب هنعمل بقى الجنرال انستيزيا. احنا خدنا مقدمه فارماكولوجي وعرفنا الدواء دي ادمنستريشن ازاي. انا هبتدي نخش بقى خطوات. عندنا اندكشن مينتنس ريكفري اللي هو زي ما قلت لكم تيك اوف ومينتنس ولاندنج. ادي التوعيه في جنرال انستيزيا هيبنوتك دراجز مصر ريلاكسيشن وانرجيزي. الاندكشن خلاص بقى العيان داخل دلوقتي في الاوبريشن اوضه العمليات وانا عارف الدراج اللي انا هستعملها من اندكشن ايجنتس. انا بقول انتروفينس انستيتكس او انهيليشنال انستيتكس، وعارف المصر ريلاكسيشن وعارف النبضاتك انرجيزي. هنعمل ازاي؟ بتشيك الانستيزي ماشين، لازم مهم قوي تشيك الانستيزيا ماشين وراك اكسجين مصر ولا لا، تشوف الجوش لان افرض انت اديت ريدكشن ايجنت هيبنوتكس اديت مصر ريلاكس وتيجي تبص وراك ما تلاقيش اكسجين. بتحصل ليه؟ لان البايبس مش واصله كويس، في ديسكونكشن، في الجوش ما فيش بريشر كويس في حجره الاسطوانات بتاعتك. فقبل ما بنشتغل بنشيك جهاز التخدير اللي ورانا ونشوف الغازات الضغوط بتاعتها والحاجات قبل ما نشتغل. كل ده مسؤوليه الدكتور التخدير، يشوف الاكسجين ويشوف الحاجات. لو مش كده ما يشتغلش لحد ما يبلغ الغازات ان الاسطوانات فاضيه تحت او الضغط عندي مش واصل. نتكلم في حجره، في كل مستشفى في حجره الغازات تحت. لازم نتاكد ان الغازات واصله والاجهزه عندي شغاله والكلام ده كله والفنتليتور شغال وكل حاجه. بعد ما تشيك انسيزيا ماشين وشوف الاكويبمنت اللي معانا، لان هنعرف بعد كده في اير واي مانجمنت، في انسترومنت بستعملها، لازم احضر حاجه التمام والدراجز والامرجنسي دراجز. انا في امرجنسي دراجز لازم تبقى افيلبل، من فازو كونستريكتورز، من اتروبين، في امرجنسي دراجز. في عندنا كراش كار، كراش كار دي اللي بيبقى فيها الدراجز والامرجنسي دي سي شوك. كل الحاجات دي انا بتشيك قبل ما ابتدي اشتغل. شوف المونيتورز شغالين ولا لا، تلاقي وصلت المونيتور مش شغاله وتلاقي جهاز مطفي، تتاكد انه شغال وتشوف الدراجز بتاعتك. فبعد تشيل كل دول ما
ميجرمنت اوف ذا بيز لاين نبتدي نشوف البيز لاين للفايتال ساينز كونزرفيشن اللي هي البلاد بريشر والهارت ريت، هل العين ده داخل فيه اريثمي اساسا ولا هاي بوتنشن ولا دايما هي ستاب وند وفي هيموريج وفي هاي بوتنشن، لازم اعمل له ريسسيتيشن قبل ما ادخله، ببتدي اعمل بري اوبراتيف اسسمنت نشوف الفايتال ساينز بنقارن انترا وبوست اوبراتيف ايفنتس ويز بري اوبراتيف فاليوز. نبتدي نعمل انسيرشن اوف ذا كانيول، نشوف دي خطوات كلها بتتابل كل عين داخل يعمل عمليه. يعني مش حقنا اتنين بتنايم وحقنا اتنين بتصحي، لا ده فيلم. بننتج بنعمل انسيرشن اوف ذا كانيول في البريفرال فينز في الابر لين، بري اوكسجينيشن بعد ما دخلنا بقى العين جوه الثياتر. يعني في حجره المفروض قبل الثياتر نبتدي نعمل فايتال ساينز والحاجات دي ونشوف نراجع الورق بتاعه والشيت والكونسنت والعين موافقه على العمليه ولا مش موافقه والكلام ده كله. في بري اوبراتيف اوكسجينيشن مده 3 مينتس قبل ما نبتدي نشتغل. ايه فائدتهم دول؟ بري اوبراتيف اوكسجينيشن انا بحط ماسك اوكسجين للعيان يتنفس فيه علشان ازود الاكسجين ريزيرف الاكسجين اللي هو في بلاد على اساس ان انا لو حصل ابني مده طويله، لان انا اعترف في مشكله كبيره جدا عندنا في الانستيزيا بعد ما بندي اندكشن بعد ما عرفت الادويه بتاعتنا في الهيبنوتيك دراجز وانالجيزيك دراجز ماسل ريلاكس. يعني انا بعد ما بدي الثلاث ادويه دول العيان بيبقى في السيتويشن بتاعته ايه؟ نايم مش حاسس بارالايزد. لما العين يبقى نايم انكونشس وبارالايزد وفي حاله انالجيزيا يعني ما بياخدش نفسه، يبقى انا قدامي طريق معين. لو ما عملتش ابر ايرواي مانجمنت، ايرواي مانجمنت في محاضره للايرواي مانجمنت، عملت الاستيرمنتيشن وركبت الاندوتراكيال تيوب. الاندوتراكيال تيوب دي او الانبوبه الحنجريه، انبوبه بتخش من الماوس او من النوز بتوصل لحد التركيب قبل الكابينه، بدي منها الاكسجين ندي الفولاتايل انستكس، لان احنا نسيت اقول ان الفولاتايل انستكس هو داخل من المواسير وداخل على جهاز التخدير بيتحمل بالفولاتايل انستكس اللي هو السيبوفلورين او الهيروسين عشان يمشي في السيركلز ويوصل للعيان ويمشي يخش من البلاط ويوصل للبرين. فاذا مهمتنا في الايه الابر الواي انستكس اللي هي من ضمن الحاجات المهمه الاندوتراكيال تيوب. احيانا الاندوتراكيال تيوب في حاجه مشكله اسمها ديفيكالت انتيوبيشن، في عيانين بيبقوا اوبيز، في شورت نيك، في ريسيدنج مانجلوب، في ماس تيوب، في لورا كافيتي تيومر، ما نعرفش نركب التيوب. فده لو احنا عملنا عيان بارالايزد مش عارفين نركب التيوب فتره معينه ودخل في هيبوكسيا، ايه اللي تبقى المشكله اللي ممكن العيان يحصل في الانتيوب. وبالتالي بندي بري اوكسجينيشن عشان يدينا تايم ان انا اقدر العيان يبقى في ابني لحد ما اعمل مانجمنت اوف ذا ابر ايرواي. الميثود اوف اندكشن عندنا اندكشن يا اما انتروفينوس اندكشن او انهاليشنال اندكشن، قلنا انهاليشنال اندكشن يا اما بالهالوسين او بالسيبوفلورين، وعندنا انتراماسكولار اندكشن مع بالكيتامين بالذات في التشيلدرن. بننت ماسل ريلاكسنت زي الساكسيمايكولين والاندوتراكيال انتيوبيشن از ريكوايرد، انا عايز احط التيوب فانا بدي ماسل ريلاكسنت يا اما ادي ساكسيمايكولين او ادي نانتي بولارايزنج ماسل ريلاكسنت عشان الاقي الاوبر كورد مفتوحين اقدر ادخل احط الاندوتراكيال تيوب. مفهوم الكلام ولا صعب؟ معلش انا عايشكم معانا عشان تتخيلوا بس. Don't paralyze patient who may be difficult to ventilate. يعني في عيان اوبيز تشيست بتاعه وحش، في اسباب كتيره. لو العيان ده عنده مشاكل في الاسسمنت ما تديش ماسل ريلاكسنت لحد ما تحل مشكله difficult intubation او المشاكل اللي عنده، لان هيخش في هايبوكسيا. في عندنا حاجه اسمها rapid sequence induction. Rapid sequence induction دي انا خايف من الريجرجيتيشن، في مشكله كبيره عندنا اسمها الريجرجيتيشن والاسبيريشن to reduce risk of aspiration of the gastric contents. احنا عندنا احيانا عيان بيبقى قاعد بياكل فول بتنجان ودخل عمل خناقه وخد ستاب وند وجالنا على المستشفى. فهنا ده فول ستومك. او في البريجنسي في عادات ان العيان نزل راح المستشفى وهتعمل سيزيريان سكشن
بتعمل سيزاريان سكشن وتبقى واكله بياكلوها قبل ما تنزل فتبقى العيانه في الاسطوانه دي بنسميها جنرال ممكن يحصل لها وفي كابيتال انتيوبيشن اتاخرنا شويه في الانتيوبيشن ممكن يحصل لها اسبيريشن يعني جاستيك كونتنت تطلع من الاسوفيجس تروح داخله في التراكيه وتعمل لنا اسبيريشن ايه مشكلتها دي؟ مشكلتها ان ممكن يحصل ميكانيكال اوستراكشن اوف التراكيه والبرونكول ممكن يحصل انجن نتيجه الاتش سي ال الموجود في الاستومك اللي بيحصل له ريجرجيتيشن مع الجاجتنت واسبيريتد ثرو ذا تراكيه والبرونكول يعمل انجن للميوكوزا وللميوكوزا اوف تراكيه او برونكاي والالفيولاي ويعمل بالمونري ايدي وتبص تلاقي عندها داخله في هايبوكسيا وراح الاي سي يو الكلام ده كله لان حصل لها اسبيريشن فبالتالي في حاجه اسمها راكيد سيكونس اندكشن ده دراجز اللي هم من ضمنهم السكسنايل كولين لان ده رابيد اونست وبلينا طريقه معينه بنسدد بنقفل التراكيه اللي زقها عشان نقفل الصوفيا سيركس مانوفر اسمها نقفل نزوق التراكيه على الصوفيا عشان نقفله ونيجي بسرعه نحاول نركب وتسيب بسرعه تو بروتكت ذا ابر اير واي من الاسبيريشن The recoil pressure to compress the esophagus is applied with rapid intravenous induction of anesthetics. طبعا افضل انسيتك في الحكايه دي اللي هو البروبوفول لانه انتي ايميتك. ونحاول نركب كف الاندوتراكيال تيوب to protect the upper airway. مفهوم كلام ولا صعب؟ ضمن الحاجات اللي بنعمل فيها ابر اير واي مانجمنت ماسك ريسيزي نحط ماسك لارنجا ماسك فممكن نعمل اندكشن ايزوفر انترافينس او انهاليشن ونخلي العين سبونتينيس يعني مش لازم العيان يديله ماسك ريلاكس لو احنا مش هنركب اندوتراكيال تيوب ممكن نركب حاجه اسمها لارنجيال ماسك ونسيب العيان سبونتينيس او لو شورت اوبريشن ممكن تديله ماسك انستيزيا بس يعني افرض هنفتح ابسس ضرب 12 مش لازم اعمل كلينزر كله اعمل بس لوكال انتي اندروجينس وانتي انهاليشن نيو بس لوس كونشسنس ونفتح الحبس ونسيبه سبونتينيوس بريزنج ويز انهاليشن ايجنتس اند تراكيال انتيوبيشن لازم يبقى فيها ريلاكسنت يبقى انا بعمل مينتننس ده خلاصه الكلام ده انا بعمل مينتننس طول الاوبريشن انا لو حطيت عملت اندكشن نحكي القصه تاني من الاول، انا بعمل اندكشن، النوتي دراجز، انرجيزكس، ماسك دراجز. بعد كده بعمل مينتنس يا اما بانترافينس انزيتك اللي هو البروبوفول او بعمل مينتنس بالانهيليشنال انزيتكس. يبقى في حاله المينتنس ستيج اوف مينتنس العيان ماشي على ايه؟ هيبنوتك انرجيزكس ماسك دراجز. ايه نوع النوتي دراجز؟ يا اما فولاتايل انزيتكس زي السيبوفلورين او الهالوتين او الايزوفلورين او انترافينس انستكس اللي هو البروبوفول في سيرنج بامب على طريق انجكشن. تبقى سيرنج بامب يعني بعد ما يحسب الدوز الريت كذا مللي متر بير اور طق 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 تفضل تدي طول عمليه. انا ده شغال يا اما انترافينس البروبوفول مش في اي دواء تاني او انهيليشنال اللي هو فولاتايل انستكس واخد ماسك ريلاكس. ايه نوع الماسك ريلاكس اللي هو في حاله المينتنس هيبقى نان ديبولارايزنج ماسك ريلاكس ما تقوليش ساكسنايل لان ساكسنايل ايه شورت اكتنج فكده دي في حاله المينتنس يبقى في انرجيزي هديله حاجه ممكن هديله بي تي دي هديله مورفين في التانيين شورت اكتنج 45 دقيقه لو انا اوبريشن متغير بس انا هديله دواء انرجيزي يقعد مده طويله يخطي لي انتر اوبريتر وبوست اوبريتيف يبقى انا افضل اديله مورفين ممكن اديله نان ناركوتيك انالجيزكس اديله كيتولات اديله بلفاجيان اللي هو الباراسيتامول يبقى بعد كده خدنا الاندكشن وخدنا مينتنس عايزين نصحي العيال نصحيه ازاي؟ خلصنا العمليه يبقى انا عايز العيال يصحى ويبقى في حاله انالجيزي يعني مش اول ما يصحى في سبب يبقى انا هوقف النوت اوف دراجز يعني فاهم ماشي في المينتنس ده نوت اوف دراجز
الايه الانهيليشنال دراجز اللي هو الفولاتايل هازاتكس السيموفلورين والهالوسين. هقفلهم يبقى كده تدي العيان مصر تدي الليفل اللي جوه البرين تدي يطلع تاني زي ما دخل عن طريق البلاط عن طريق النار والفولاتايل هازاتكس تطلع تاني. لو انا مدي بروبوفول انجكشن هوقف السيرنج بامب اعملها ستوب يبقى خلاص ما بقاش يطلع الايه البروبوفول يحصل له ميتابوليزم تتكسر يبقى كده بدا العيان يفوق الماستر ريلاكس الماستر ريلاكس وجاب مثلا اتراكيوني نوع من النانتي بولاريز الماستر ريلاكس انا ببقى عارف الدوز بتاعته ومدته قد ايه وانا متوقع ان الحاله دي هتخلص بعد قد ايه فانا قبليها بمنتج ببتدي اوقف ما اديش ماستر ريلاكس تبتدي ترجع الماستر باور وابتدي يحصل تويتشز ما بتبقاش فل ماستر باور رجع فانا ممكن اديله الانتي دوت او ذا ماستر ريلاكس انا بحكي لكم اكسل للعلم يعني انا ببتدي اوقف في الدراجز للبدل يعني الماستر ريلاكس انا عارف المده بتاعته قد ايه وابتدي اوقفه واديله ايه الانتي دوت اللي هو نيو ستابين بلس ايه اللي هيحصل العين هتبتدي يسحب فوق تبتدي الماسل باور ترجع الاير واي ريفلكسز ممكن تبتدي تفتح عينيه انا ببتدي اشفط سكريشنز واول ما الاقي خلاص بقى الكنترول ذا ريسبيريشن بقى سبونتينيس بريزنج كويس بتايدر فوليوم كويس الاكسجين البارامترز اللي عندي الاكسجين ساتوريشن كويس الاي سي جي مفيش اريزميا مفيش اريزميا اي نوع من الاريزميا مفيش هاي بوتنشال هيمو دايناميك ستيبل الريسبيراتوري بارامترز ستيبل اقدر اعمل اكستيوشن اول ما بعمل اكستيوشن بعد السكشن من اوف ذا ابر بالوي سكريشن عشان ما يحصلليش وكان في سكريشن بس في جزء جزء بحيث ما افويد يحصل اسبيريشن مشكله الاسبيريشن ممكن تحصل في الاندكشن او في الايه في الريكفري ده ملخص الكلام ده خلاص بصحي العين بقى بتنقص السباين بوزيشن ده كان عين بوزيشن تاني ريكفري اوف ذا اير واي ريفلكسز الماسل تون تو ميتين بيت اند اير واي لازم ارجع للماسل تون تاني عشان احافظ على الابر اير واي adequate spontaneous breathing, cardiovascular stability. العيان بعد ما بيطلع بقعدوا عندي شويه في الريكفري اتاكد ان الانالجيزيا اللي انا ما بيصرفش مفيش بين افرض في بين اديله تاني انالجيزيا على حسب ما انا عايز اديله ناركوتيك انالجيزيكس او اديله نون ستيرويد انتي انفلاماتور دراجز انتيكولاب او وات ايفر اشوف ابتدي اشوف الكراتيريا بقى ابتدي اطلعه عندي سكتين يا اما العيان يطلع على الوورد يا اما يطلع على الاكسيو لو انا حاسس ان العيان فيه اي خطوره على حياته ممكن حتى ما اعملش اكستيوشن يعني في بعض الحالات بقى عايز العيان ايه؟ عايزه يطلع ميكانيكال فنتليتر زي في حالات مثلا برين تيومر في دي برين مش عايز ستريس على البرين اطلعه انتيوبيتد وعلى ميكانيكال فنتليشن ويطلع على الاي سي يو ده ميكانيكال فنتليتر يومين ثلاثه عشان ما يحصلش ستريس لو في مثلا كارديو ثوراسيك اوبريشن في عمل اوبريشنز في مايترال فالف او في بالانس كارد اوبريشن كارد ثوراسيك اوبريشن مش عايز ستريس على الهارت على الشيست ممكن اطلعه انتيوبيتد وعلى ميكانيكال فنتليشن بورتبل فنتليتر للاي سي يو كمان عشان اقلل الستريس عليه ونعمل له اكستيوبيشن ويكنينج اوف ايما في الاي سي يو انا سكت العيان بعد كده بعد الكفر ان انا يطلع عندي او ممكن من الاوضه العمليه على الاي سي يو او من الكفر لو لقيت في ريسبيريشن بتاعه مش حلو الاكسجين سيتويشن مش كويس في اي مشاكل محتاج ان هو يقعد اوفر نايت حتى في الاي سي يو اطلعه اي سي يو اطمن على العيان كويس مفيش وانتنج مفيش فيل ستيبل الهيمو دايناميك ستيبل ريسبيريتور ستيبل اكسجين سيتويشن كويس بطلعه على الروح لان بعد كده الخطوه اللي بعد كده انا ابدا ايه فور في الورك بعد ما اتاكد ان كل حاجه تمام ومفيش بليدنج مفيش بوست اوبرت كومبليكيشنز يبتدوا يعملوا ديسشارج من المستشفى فهنا بليدنج ادوك بزود اوكسجينيشن مينيمال نوزيا فوميتنج احنا مش عايزين العين ما يبقاش عنده نوزيا
expectation in the recovery room to the ward or our ICU. The patient must awake, alert, oriented, respond. لو لقيت conscious level مش كويس ده ما يطلعش غير لما اتاكد انه هيلين في عنده مشكله في ما في البرين او كده ده بيبقى فيه عارفين ان هو داخل فيه مشكله في البرين وان ده كل ده ريكوردد عاملين له بلاستيك كوما سكيل نبقى كاتبينها وعارفين ان هو الكونشس ليفل بتاعته ستيبل فده ممكن نطلعه على الاي سي يو لو انا مش مطمن ان هو يطلع في الوقت. لازم اتاكد انه ايبل تو بريز ديبلي كاف فريلي اوكسجين ساتوريشن اكتر من 92 اون اير ستيبل فايتال ساينز مينيمال نوز اوف فوميتنج بودي تمبريتشر نورمال ليفل وطبعا الدايت مش احنا بقى اللي بنكتب الدايت والميديكيشنز والحاجات دي يعني على حسب الحاله بتاعته وبعد فوق ذا نكست 24 ساعه بوست كورونا تاسك بيجينز تو ريفلكس ديسيجن بعد كده بيطلع بقى ايه روح حد ليه اي اسئله؟ حد ليه اي حاجه من لو في شيء لو في اي انا قرات بالون بس انا ما راحش